يقول: شخص يتصل بي عن طريق الجوال منذ مدة طويلة ولا أرد عليه، هل يعد هذا من الهجر المنهي عنه؟ إذا كنت لا ترد عليه هاجرا له هذا ما يجوز، أما إذا كنت ما ترد عليه لأن هذا يشغلك أو لأن هذا يكثر من الاتصال عليك من غير، هذا له وجه. يعني إذا كان ترك مكالمته لسبب فلا بأس. نعم.